كده بنبتدي حلقتنا معاكم باهم وابرز العناوين. الاهلي يواصل تدريباته استعدادا للانطلاق الافريقي. اليوم الفريق الاول يدخل معسكر مغلق ببرج العرب. محمد يوسف هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام جمال أثيوبي. عبد الحفيظ لقاء جيما سيكون استمرار لانتصاراتنا في الدوري. محمود وحيد حققت حلم حياتي بالانضمام للأهلي. اتحاد الكرة يطلب من الكاف مهلة استثنائية لتحديد المشاركين في بطولتي أفريقيا. محمد صلاح يقترب من التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018.